روسيا تعزز وجودها في المحيط الهادئ بأحدث غواصاتها النووية. الغواصة الروسية جنرال سيمو سوفوروف هي أحدث غواصة تابعة للبحرية الروسية تعمل بالطاقة النووية، من طراز بوريه للغواصات الأصغر ومن أكثر الغواصات الاستراتيجية إتقاناً وحداثة. وتم طلاء جسمها بطبقة رقيقة من المطاط لتزداد سرعتها تحت الماء وقدرتها على التخفي من الرادارات المائية. هي ثاني غواصة مزودة بالصواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية ضمن مشروع بوريه الأكثر قدرة على التخفي، وتحمل ما يصل إلى 16 صاروخاً روسياً من طراز بولافا الباليستية العابرة للقارات التي يبلغ مداها 9000 كيلومتر. أما بقية المواصفات التقنية والتصميمية للغواصة فهي سرية، وسوف تحل محل غواصات البلاد السابقة المزودة بالصواريخ باليستية. موسكو تعتزم نقل الغواصة إلى قاعدة دائمة عند شبه جزيرة كامتشاتكا بالمحيط الهادئ في أغسطس المقبل. وتعمل روسيا على تعزيز دفاعاتها في مناطقها الشرقية الشاسعة المتخمة لآسيا والمحيط الهادئ، حيث تتهم الولايات المتحدة بتوسيع وجودها مما يثير المخاوف الأمنية.